حتى في الحمام الناس مبطلتش كلام وصوتها عالي بشكل فظيع. كان واقف جنبي واحد وبيتكلم في المحمول بيقول ايه: ايوه يا ابو نوره، انا لسه مركبتش، انا في المحطه هاخد ميعاد 7. هو انا هسيبه؟ ده انا هطلع عين امه. رحت له على البيت وشرشحت له قدام الناس كلها وجبت له القديم والجديد. ما هو الناس ما بتجيش غير بكده.